أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالكم بإحسن القبول. في الأسبوع الماضي كانت لنا وقفة مع الخطبة الأولى في نهج البلاغة، وهذه الخطبة كما ذكرت هناك هي تجمع عدداً من معارف القرآن الكريم وتلخص المباني والأفكار والمعارف الرئيسة التي طرحها القرآن الكريم حول الذات الإلهية، حول خلق هذا الوجود، حول خلق آدم، ثم بعث الأنبياء، ثم بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ثم ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيمة هذه الخطبة أنها في جانب من جانب من قيمتها أنها تلخص معارف قرآنية عدداً من القضايا التي طرحها القرآن الكريم، وكأنها تلخص الآيات القرآنية وتقدمها بأسلوب آخر بحيث أنها تأتي كأفكار متتالية تكون لنا فكرة أولية شبه متكاملة عما نؤمن به حول هذه العناوين. فبعد أن ذكر بعثة الأنبياء وتوقفنا عند هذا المقطع في الأسبوع الماضي، يقول عليه السلام كما روى عنه الشريف الرضي في نهج البلاغة: إلى أن بعث الله سبحانه محمداً صلى الله عليه وآله لإنجاز عيدته. هني أكو ضمير الهاء، عيدته، العيدة يعني الوعد. وعد منه؟ الوعد الإلهي. أي وعد هذا؟ الله وعد وأخبر الأنبياء بأنه سيبعث نبياً أو رسولاً في زمن متقدم بالنسبة إلى زمانهم، زمن متأخر لاحق بالنسبة إلى زمانهم، وهذا الأمر قد تحقق ببعثته صلى الله عليه وآله لإنجاز عيدته. وهذا الأمر نجده في القرآن الكريم في أكثر من موضع. يعني مثلا عندما نقرأ في الآية 46 بعد 100 من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طيب، هذه المعرفة اللي تحققت لهؤلاء من أهل الكتاب، من أين تحققت هذه المعرفة حول النبي بهذه الصورة الواضحة وكأنهم يعرفون النبي كما يعرفون أحد أبنائهم؟ من أين؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة ما أخبر الله عز وجل الأنبياء السابقين وما جاء في بعض الكتب السماوية من وصف رسول الله ومن البشارة ببعثة رسول الله. وبالتالي صار أهل الكتاب في زمن النبي وقبل النبي يعرفون هذا الأمر وينتظرونه. كذلك نجد في سورة البقرة الآية 89: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني أهل الكتاب كانوا يقولون بأنه سيظهر نبي وسننتصر، سيتحقق لنا الفتح عليكم أيها المشركون، سننتصر عليكم عندما يظهر هذا النبي. وكانوا من قبل يستفتحون، يعني ماذا؟ يعني يطلبون الفتح على الذين كفروا. بماذا؟ بالنبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكذلك نجد مثلا تصريح في قضية أن عيسى عليه السلام بشر بنبينا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هنا حتى الاسم مذكور. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف الآية السادسة. هذا الوعد تحقق ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن هي هناك تراكم معرفي عبر القرون من خلال الإخبار بالمغيبات الذي حصل للأنبياء وفي الكتب السماوية حول هذه البعثة، وتحقق الأمر لإنجاز عدته وتمام نبوته. يعني بعثه الله لكي يتم مسيرة النبوات. فالنبي صلى الله عليه وآله في نبوته ليس متعارضاً مع سائر النبوات. هو لم يأتي لينقض مثلاً نبوة موسى أو نبوة عيسى أو غيرهما من الأنبياء، وإنما هم في طول واحد، والنبي صلى الله عليه وآله هو الخاتم لهم. وتمام نبوته مأخوذاً على النبيين ميثاقه. هذه أيضاً فكرة قرآنية، أن الله عز وجل أخذ العهود والمواثيق من الأنبياء السابقين، أن لو بعث هذا النبي وكان في زمانكم فعليكم أن تنصروه، أن تكونوا معه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا كل نبي كان يؤخذ عليه هذا الأمر، إن لو بعثت رسول بصفات معينة وطلبت منكم إن تآزرونه، هل ستقبلون هذا الأمر؟ هل ستساندونه؟ أم إن المسألة هي مثلا إن كل واحد يريد السلطان لنفسه، يريد النبوة لنفسه، يريد الرسالة لنفسه، ولن يتعامل ولن يتفاعل ولن يتشارك ولن يساعد الرسول الآخر؟ هل المسألة بهذه الصورة؟ لا، كل واحد منهم يقول يا رب أنا على استعداد، وهنا أنا لا أعيش الحالة الذاتية في مسألة النبوة والرسالة. آل عمران آية 81، هذا أيضا فكرة قرآنية. ثم يقول عليه السلام مشهورة سماته، سمات النبي صلى الله عليه وآله كانت مشهورة. هذا في احتماله، يا أما نفهمه بمعنى أن الصفات التي ذكرت عن رسول الله في الرسالات السابقة، في بعض الرسالات السابقة، كانت مشهورة، العلامات معروفة وتحققت في ذات نبينا صلى الله عليه وآله، مثل ما مر علينا من الآيات قبل قليل، وواحدة منها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تروح أنت وين ما تكون لو تشوف ولدك تقدر تميزه عن سائر الناس، سائر الأولاد، تعرفنا هذا ولدك. هكذا كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله لوضوح الصفات التي تنطبق عليه من خلال ما ورثوه من العلم في الكتاب. وبالتالي الإمام علي عليه السلام يقول مشهورة سماته، معالمه، صفاته كانت مشهورة عندهم، مو شيء سري بحيث ما يعرفونه إلا واحد اثنين، لا، كانوا يتداولونها ومعروفة لهم، ولا هي مندثرة، بل وصلت إلى عهده صلى الله عليه وآله. وبالتالي هذا الأمر ما كان خافي عليهم. إما هذا المعنى، وإما أن علياً عليه السلام يقصد أن الصفات الحسنة في رسول الله التي تؤهله لأن يكون مبعوثاً من عند الله كانت مشهورة معروفة، ما هو شخص مجهول، ما هو إنسان ظهر لهم من الغيب هكذا، ما هو إنسان غريب بالنسبة لهم، لا، هو الصادق الأمين الذي عهدوه في مجتمعهم، وهو أنسب إنسان تنزل عليه الرسالة. يحتمل أن الإمام علي عليه السلام يقصد هذا المعنى، مشهورة سماته، كريما ميلاده، فهو من حيث الآباء والأجداد والنسب، من حيث يعني ولادته، من حيث سائر الأمور ما عليه أي إشكال، بل أكثر من هذا
أنه كان من بيت كريم وأنه من نسل كريم وأنه كريم ميلاده، كريما ميلاده. وأهل الأرض يعني بعث، والحال أن أهل الأرض وأهل الأرض يومئذ ما هو حالهم؟ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطرائق متشتتة بين مشبه لله بخلقه. الآن تروح إلى التوراة الحاضرة تجد بأن هناك بعض العبارات تبين تدل على نوع من التشبيه لله عز وجل بالخلق، بحيث أن الله ينتقل من مكان إلى مكان، يمشي، يجهل بعض الأمور، يصارع إنسان بشكل وهو ظاهر بشكل بشري وغير ذلك. ومثل هذه العبارات جعلت من هذا الأمر كأنهم يشبهون الله بأحد من خلقه. تروح إلى المسيحيين من العقيدة البوليسية اللي تم تحريفها، تجد بأن يقولون أن عيسى عليه السلام ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة وما شابه ذلك، من عملية أيضا نوع من تشبيه الله عز وجل بالبشر من خلال أن عيسى عليه السلام يقال أنه هو يعني تجسيد لله بنحو من التجسيد أو تجسيد إلهي بصورة إنسان في زمن ما لفترة ما. كذلك نجد عند الوثنيين وغيرهم أيضا، عند الرومان، عند اليونان، وحتى انتقل هذا بعد ذلك إلى التراث الإسلامي، دخلت بعض الروايات التي تشبه الله بالإنسان بأن جسد وأن عنده شعر وأن يتحرك وأن أمرد وأن كذا إلى آخره من الأمور. طيب، بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه. الإلحاد هو الميل عن الاستقامة، ولذا اللحد اللي في القبر، اللحد ليش سموه لحد؟ باعتبار أن حائط القبر ينزل بشكل مستقيم ثم فجأة ماذا يحصل له؟ ميل إلى الداخل، عشان كذي يسمونه شنو؟ لأنه حفرة للداخل، فالمكان اللي يحطون فيه الميت يسمونه لحد لأنه ميل عن الاستقامة. ابن فارس يقول اللام والحاء والدال، هل ثلاث حروف بهذا الترتيب إذا اجتمعت أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان. وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، الجدث اللي هو القبر، الحفرة هذه اللي بالأرض. فالملحدون في اسمه يعني الذين يميلون عن أسماء الله أو اسم الله عن المعنى الحقيقي المراد منه. فنجد أن في كل رسالة من رسالات الأنبياء الله وصف بصفات معينة، الله هو العظيم، الله هو الغني، الله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن إلى آخره، مثل ما احنا عندنا أسماء الله الحسنى اللي نذكرها، أيضا الرسالات السابقة كان عندهم هذا الشيء، الآن بنحو من التعبير، لكن بالنهاية المؤدى واحد. فهناك صفات معينة وهناك دلالات معينة لأسماء الله أو لإسم الله سبحانه وتعالى تدل عليه. شو اللي حصل؟ حصل عملية تحريف، ميل، زيغ، انحراف، ابتعاد عن المعنى الحقيقي، بحيث صار في دلالات منحرفة حول صفات الله سبحانه وتعالى أدت إلى اعتقادات أيضا منحرفة حول الله وحول رسالته. ولذا نشوف الله سبحانه وتعالى يعطينا نموذج من مثل هذا الانحراف. وقالت اليهود يد الله مغلولة، الله ما يقدر يسوي كل شيء، إيده مربوطة بتعبيرنا احنا، مقيدة، هناك شيء الله ما يقدر يسويه، يد الله مغلولة في عملية مثلا العطاء. طيب، هنا من وين جاءوا بمثل هذه الفكرة؟
هذه نتيجة ماذا؟ الإلحاد في اسم من أسماء الله عز وجل. الله هو الغني وغناه مطلق، هم يقولون لا، الله هو الغني ولكن بقيود، فيد الله مغلولة. في هذه كانت في سورة المائدة 64: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف الجرأة لأي درجة تصير لما يصير إلحاد في اسم من أسماء الله عز وجل، يصير في انحراف فكري، انحراف في العقيدة. آل عمران 181. في سورة النساء 171: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. هذا نوع من الإلحاد في اسم الله أو في أسماء الله عز وجل. وبالتالي الإمام علي عليه السلام يقول مثل هالانحرافات الفكرية ظهرت من داخل الوسط الديني، من داخل الوسط الرسالي، أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، مثل ذيل الوثنيين اللي يختلقون لهم آلهة كما شاءوا. فهداهم به، يعني بمحمد صلى الله عليه وآله، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. هدوا بالنبي صلى الله عليه وآله. ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله لقاءه. خلاص بعد ما أدى الرسالة اللي عليه، الله اختار للنبي ماذا؟ أن يلقى الله، بمعنى أن يرتحل من هذه الدنيا، انتهت هذه المرحلة من حياته. ورضي له ما عنده من الجزاء العظيم اللي عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمه عن دار الدنيا. يعني لما الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته، هذا إكرام لرسول الله. لماذا؟ لأن نهاية النبي هذه النهاية العظيمة، فهذا إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله، مو زهدا في رسول الله، بل لأن الدنيا مو هي المكان اللي يستحقها الرسول. الرسول يستحق مكان ماذا؟ أفضل، أرقى. فأكرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مقارنة البلوى. يعني خلاص كافي اختبارات لرسول الله، حياة دار البلوى، دار الابتلاءات، دار المصاعب والشدائد. لقد اختار الله أن ينقل نبيه من دار البلوى إلى دار ماذا؟ أكرم، أفضل، ليس فيها ابتلاءات واختبارات. خلاص تجاوز النبي كل هذه الحياة ورغب به، وهذا التعبير بمعنى ماذا؟ بمعنى نوع من الجائزة، بأنه أعطاه مثل هذه العطية العظيمة، بحيث أنه اختار النبي لمثل هذا العطاء. ورغب به عن مقارنة البلوى فقبضه إليه كريما، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها. يعني عندما قبض النبي لم يترك النبي صلى الله عليه وآله أمته هملا من دون مرجعية يرجعون إليها. وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، وهذا ليس بشيء غريب، لأن هكذا كان ديدن الأنبياء من قبل، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم راية ولا علم قائم. طيب ما الطريق الواضح؟ ما العلم القائم؟ هذا ما سيتحدث عنه علي عليه السلام في تتمة الخطبة. ماذا ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قبل رحيله من هذه الدنيا للمرحلة التي تأتي بعدها؟ إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر نتوقف عند المقطع الآتي الذي يشرح فيه هذا الأمر. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.